يسلموا حبيبتي. شكرا لك. طلعوا انتو التنتين رح تبهدلونيها. مين في جوا؟ بعد مبارح والمعركة اللي صارت المساء الكل هون. ايه وشو العمل؟ انتو رح تروحوا على البيت وتلهون عني وانا رح اطلع على السقيفة ودور بغراض امي. اتفقنا؟ انتي انا مو قلتلك انه كمالت الرسالة معنا هون؟ يمكن شوف شي ما شفتي انتي ويمكن لاقي دليل بين غراضة لامي. طيب لك امي ليش عم تمشي هيك وكأنك خايفة؟ انتي اللي خايفة ولك انا بضربك وبرميكي بالمي. ها لك بس ما عملتيها. يلا امشي. امبارح بالليل شفت جاهدة وبولانت عم يحكوا مع بعض بصوت واطي عند البحيرة. عن جد امي؟ ايه والله، حتى شاف النار وركض يساعد. طبعا ما حدا سأله لبولانت شو جابك بكل هالفوضى ابدا. ايه امي اصحك تقولي لسوهان شي. ماشي ايه تفضل. سوهان يلا. ألا بست من أشخاص سحبوا الشكاوي؟ رح يزيدوا بنهاية النهار لا تخاف. كاين لي الاسماء واحد واحد. ايه حتى اي اراضي اخذها منهم وامتى اخذها منهم. لك هدول الناس بيخافوا. بدي جواز سفري ولا رح انشر هاي الصور بالمجلات والجرايد. بس يعمل حدا شيء الباقي بيلحقه. كلمه واحده احسن من 100. ايه عمال مثل ما قلت. شو بكم؟ بعد شوي منرجع. يعني ما صفي غير اني اترجاك. اليوم رح انطر خبر. اكيد هي جنيت عم ترقصنا على اصابيعها ومفكرتنا اولاد. كورهان لازم تتحرك قبل ما يعرف ابوك بالقصة. انا ما عملت شي ما عملت شي. ليش لحتى خافوا اتوتر منه؟ ها؟ ماني خايف. تروح تبعتهم للشرطة. مين رح تبعت للشرطة؟